أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بيت الحكمة. في بيت الحكمة برنامجنا بنحاول ندرس مع بعض نصوص، شخصيات، مؤلفات عربية مسيحية من العصور الوسطى. كلامنا النهاردة هيكون عن التفسير وعن المؤلفين الأقباط اللي كتبوا في التفسير. كيف نفسر الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس كتاب إلهي لكنه مكتوب بلغة بشرية، وهناك نصوص صعبة في الكتاب المقدس، هناك نصوص سهلة في الكتاب المقدس. كيف يمكن أن نقرأ الكتاب المقدس ونفسره ونتأكد أن هذا التفسير تفسير صحيح اتبع الطرق والوسائل الدقيقة في علم التفسير؟ كيف يمكن لنا أن نتأكد من ذلك؟ هنتكلم النهاردة عن علم التفسير وعن أحد أهم الشخصيات القبطية في القرن الـ13 اللي كتب لنا مقدمة في علم التفسير. هنتكلم النهاردة عن بطرس السدمنتي. خليكم معنا. كلامنا النهاردة عن علم التفسير وعن شخصية مهمة جداً من عظماء الأقباط في القرن الـ13 اللي كتبوا في علم التفسير. نتكلم النهاردة عن بطرس السدمنتي، القديس بطرس السدمنتي في بعض المصادر، القسيس بطرس السدمنتي في مصادر أخرى. على أي حال هو كان راهب معاصر للأسقف بولس البوشي أيضاً في القرن الـ13 1240، أسقف مصر في ذلك الوقت، وكتب مجموعة كبيرة من المؤلفات. في أحد أهم المؤلفات دي اسمه القول الصريح في آلام السيد المسيح وبيان الحق فيه على الوجه الصريح. في هذا الكتاب هناك مقدمة عن علم التفسير، جزء من هذا الكتاب اسمه علم التفسير. في هذا الجزء يتحدث بطرس السدمنتي عن التفسير كمقدمة، عن التفسير كعلم، يضع بعض القواعد، بعض الأمور التي يجب أن يتبعها أي شخص يريد أن يفهم نص الكتاب المقدس، ويضع لنا منهج خاص في تفسير الكتاب المقدس. بعض الباحثين بيطلقوا على هذا العمل أنه من أهم مؤلفات بطرس السدمنتي موضوعاً واتساعاً، وهو تفسير لما جاء في الأناجيل عن آلام السيد المسيح وحياته العلنية. طبعا من ضمن أهم الناس أيضا اللي كتبوا في هذا المجال لكن هو ليس قبطيا هو عبد الله ابن الطيب، وهو أحد علماء كنيسة المشرق. لكن نرجع لبطرس السدمنتي، كيف رأى هذا الرجل التفسير؟ يقول عنه: التفسير هو الإيضاح والكشف، لأن به تصير المعاني التي كانت في النص كامنة ظاهرة علنية. تصير هذه المعاني التي كانت كامنة، التي كانت مستترة، تصير الآن ظاهرة وعلنية. أيضا يقول أن للتفسير دلالة حقيقية على الإيضاح والبيان، يعني مهم للتفسير أن يقود أو أن يكون فيه إيضاح وبيان للنص. لذا يقول السدمنتي: لذا وجب ضرورة أن يكون لفظ الإيضاح أكثر من لفظ الموضوع. يعني لو أنا بفسر آية واحدة، الآية دي عدد كلماتها 7 كلمات مثلا، في لفظ الإيضاح أي تفسير هذه الآية اللي هي 7 كلمات ممكن أن يزيد، في الواقع يجب أن يزيد حجم التفسير عن حجم الآية. وجب ضرورة أن يكون لفظ الإيضاح أكثر من لفظ الموضوع. مرة أخرى يقول إن كتب التفسير تعادل كتب النصوص أضعافاً شتى. فالنص مثلاً 200 صفحة، كتب التفسير تضاعف هذا الرقم مرات ومرات. يقول أيضاً السدمنتي أن هناك نوع من التفسير هو تفسير استعاري، وهناك نوع آخر تفسير يقيني. والتفسير اليقيني هو النص
اللي فيه تعليم واضح، تفسير مطابق لضمير المتكلم بلا زيادة نحو قول الإنجيل. هذه كانت كلمات السيدمنتي. من ضمن أيضا الأمور اللي نبر عنها السيدمنتي أو نبر عليها السيدمنتي في تفسيره أو في القواعد اللي وضعها للتفسير، أنه يجب مراعاة القرينة، يجب مراعاة السياق اللي بنقرأ فيه نص معين وبنفسره. وطبعا هذا الأمر يحمي المفسر، يحمي القارئ من أن يقع في أخطاء، لأنه النص حينما يقرأ في سياقه التاريخي، في سياقه اللغوي، يمكن أن نصل إلى معناه ويمكن أن نفهمه، لكن إن اقتطعنا آية من سياقها فهذا أمر مخالف لكل قواعد علم التفسير. يقول السيدمنتي أيضا إن في نصوص يجب أن تؤخذ كما هي، في آيات تقبل كما هي، في آيات أخرى تحمل على ظاهرها ولا تتأول زائدا عما ورد في النص. دي نفس الآيات التي تؤخذ كما هي، لأن بطنها في ظاهرها، المعنى المستتر في الآية موجود في الألفاظ التي نقرأها، الباطن موجود في الظاهر. طبعا هذا على عكس التفسير الاستعاري. التفسير الاستعاري يجب أن نصارع معه ونفهم أنه ليس مقصودا، ليس التفسير هو بالضبط ما نقرأه في نص الآية، هو تفسير استعاري، على عكس التفسير الآخر الذي يظهر معنى الآية من خلال النص الصريح لها. هناك أيضا تفسير روحي يقول عنه السيدمنتي، وهو يأخذ النص على باطنه لا ظاهره، أي أننا نحتاج أن نقرأ قلب النص، نقرأ باطن النص لا ظاهر النص، أي لا يجب أن نتقيد بحرفية التفسير، بل يجب أن نقرأ النص قراءة روحية، يجب أن نقرأ النص باحتمالات روحية، بتفسيرات، ويجب أن نقف على المغزى الروحي لهذه الكلمات. النص الحقيقة اللي كتبه بطرس السيدمنتي في مقدمة في التفسير نص غني جداً، والمفاجأة الكبيرة أنه عدد كبير من الباحثين لما يقروا النص ده اللي مكتوب في القرن الـ13 ويقارنوه النهاردة بالمدارس التفسيرية الحديثة اللي بتتكلم عن علم التفسير بشكل عام، علم التفسير الديني بشكل عام لأي نص ديني، يجدوا أن هناك الكثير من التشابه، لكن سبق كل هؤلاء بطرس السيدمنتي ذلك المؤلف في القرن الـ13. من ضمن الحاجات المهمة اللي ذكرها بطرس السيدمنتي في كتاب مقدمة في التفسير هي أنه فرق بين النصوص والتفسير، نص التنزيل والتأويل. التنزيل هو النص الموحى به، والتأويل هو التفسير، هو هذا العمل الإنساني الذي نفهم منه وبه النص الموحى به. يقول: والفرق بين النصوص والتفسير أن النصوص كالكنوز المخفية والتفسير كالجواهر المرئية. إذن النص توجد به كنوز لكنها لا ترى. الذي يجعل هذه الكنوز ترى هو التأويل، هو التفسير. يكمل كلامه فيقول: والكنوز لا يصل إليها إلا أعظم الناس قدرا، أي الذين يعني تمكنوا من هذا العلم حتى وصلوا إلى المعنى الحقيقي للنص، وهي كالأمور السرية المكنونة في الكتب الإلهية. يقول أيضا إن كتب النصوص الإلهية خفية المقاصد والأغراض، لكن كيف نصل إلى هذا المقصد الخفي وهذا الغرض غير الواضح لنا؟ نصل إليه عن طريق التأويل، فقد اختصت هنا الكلام عائد على النصوص مش على التأويل، عائد على التنزيل، اختصت
بألفاظ مفردة ومعان مجملة لا يفهمها الكافة. إذن الفهم ليس متاحاً بطريقة سهلة متساوية للكل، لأن هناك مفردات، هناك ألفاظ صعبة عسرة، هناك لغات إلى آخره. لذلك احتيج، أي كانت هناك حاجة، لذلك احتيج إلى التفسير. إذن الحاجة إلى التفسير هي حاجة لأن تجعل النص الغامض، تجعل هذه الكنوز الغامضة في النصوص، في التنزيل، تجعلها في متناول يد الجميع حتى يفهمونها، ليتوصل بها الجاهل والعالم إلى إدراك ما هو معطاس، ما هو صعب، ما هو صعب الفهم. النصوص فيها أمور صعبة، طريقة التغلب على هذه الصعوبات هي التأويل، لذلك نحتاج إلى التأويل، لذلك نحتاج إلى التفسير. كمان بالنسبة للسدمنتي، التفسير مهم جدا، لأنه التفسير أو التأويل يصل بالإنسان إلى معرفة الله، يصل بالإنسان إلى أن يرى في هذه الكنوز الموجودة في التنزيل، يرى فيها الله، يعرف الله معرفة حميمة. يقول السدمنتي، نقول اتخذ، الكلام على التفسير، لماذا التفسير؟ اتخذ لهداية الخلق وإرشادهم، نحن نهتدي إلى الله من خلال تفسير صحيح للنص. إذا كان بوضوحه، بوضوح النص تفسيره، يعني بوضوح التفسير، يتوصل المرء إلى معرفة خالقه، وبسهولة إدراكه، إدراك النص وتفسيره، يتمكن البشر من إدراك مقاصد الباري فيهم. نحن نفهم الله الخالق من خلال فهم صحيح للنص الإلهي، ويعرف ما هو الشيء المطلوب على الحقيقة منهم. فنحن نعلم الله، نعلم وصايا الله، نعلم أوامر الله من خلال معرفة تأويل صحيح للنص الإلهي. فهو إذن، يقول السدمنتي، طريق سهلة للمأخوذ إلى معرفة الأغراض والمقاصد. وفي النهاية بيقول، هو منهج من سلكه أوصله إلى إدراك الحقائق والدقائق الإلهية والغوامض الشرعية. نحن إن سلكنا هذا المسلك الصحيح، التأويل، سنعرف الحقائق الإلهية، الدقائق الإلهية، الأمور الدقيقة الخاصة بالله وبعلاقة الله مع البشر. كذلك سوف نفهم الغوامض الشرعية، الأمور المتعلقة بالحياة وبالسلوك وبالعلاقات بين البشر. بطرس السدمنتي أحد أعظم المؤلفين الأقباط في القرن 13 اللي كتبوا لنا مقدمة في التفسير. القديس بطرس السدمنتي هو أحد العلماء الكنسيين الذين زودوا المكتبة والكنيسة في القرن 13 بالعديد من المؤلفات اللاهوتية والعقائدية والنفائس الروحية التي ساهمت في الحفاظ على الهوية المسيحية والإيمان المسيحي في مصر والشرق الأوسط في ظل القرينة العربية الإسلامية. كان القديس بطرس السدمنتي راهباً في دير الشهيد العظيم مرجرجس بسدمنتي الجبل، التابعة حالياً لمركز أهناسيا محافظة بني سويف، غير أن سيرته الكاملة غير معروفة بدقة وتفاصيل. للقديس بطرس السدمنتي 14 مؤلفاً ما زالت مبعثرة بين المكتبة الأهلية بباريس ومكتبة الفاتيكان ومكتبات بعض الأديرة وكذلك بعض أديرة لبنان. ومن أهم مؤلفاته كتاب القول الصحيح في آلام السيد المسيح، وقد طبع سنة 1872، وهو عبارة عن كتاب روحاني لاهوتي يتكلم عن آلام المسيح والفداء الذي صنعه المسيح على الصليب، ويرد في هذا الكتاب
على الأسئلة والاعتراضات التي تطال هذا الموضوع. ومع معرفتنا بأن قصة حياته غير معلومة المعالم وغير واضحة، إلا أنه من المؤكد أن بطرس قد كرس حياته وكتاباته لخدمة الكنيسة، وما يزال دير الشهيد العظيم مار جرجس بسدمنت الجبل والذي ترهب فيه القديس موجودا حتى الآن، وهو تابع لأبرشية بني سويف. كثيرا ما قال إن التراث القبطي تراث لكل المصريين، لكن يعني إيه الجملة دي؟ وهل فعلا التراث القبطي تراث مصري ولا تراث مسيحي يهتم به الأقباط المسيحيون فقط دون المصريين المسلمين؟ الدكتور لؤي محمود رئيس مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية هو ما داوم القول بأن التراث القبطي تراث لكل المصريين. معنا في هذا اليوم وضيف حلقتنا هو دكتور لؤي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا دكتور أبيه. أهلا بك. زي ما ذكرت في المقدمة أنه حضرتك دايما بتقول هذا التعبير المشهور، ماذا تقصد به؟ هو مبدئيا عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا معنا، لازم نعرف إيه هو التراث القبطي عشان نفهم إزاي التراث القبطي يخص كل المصريين. التراث عموما هو كل ما أنتجه المصريون، سواء كان هذا الإنتاج إنتاجا ماديا كالآثار والأشياء الملموسة، أو إنتاجا لا ماديا كالتراث الشعبي والموسيقى والفن ونسميه التراث الشفاهي. الاثنين مع بعض المادي واللا مادي بيمثلوا التراث بشكل عام، لكن التراث القبطي هو ما أنتجه المصريون ما قبل دخول الإسلام، فترة ما قبل دخول الإسلام المسيحية وما بعد دخول الإسلام. بمعنى أن الفترة الأولى اللي بتمتد من القرن الأول الميلادي مع دخول المسيحية مصر في القرن الأول على يد مرقس الرسول طبعا، حتى دخول الإسلام مصر في القرن السابع، دي مرحلة من التراث القبطي. المرحلة الثانية هي تبدأ مع دخول الإسلام حتى اليوم. فهاتان المرحلتان ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام اشترك المصريون جميعا في إنتاج ما يسمى بالتراث القبطي. وبالتالي فالمصريون ما قبل الإسلام اللي هم المسيحيين وغير المسيحيين، ما بحبش أنا مصطلح الوثنيين يعني، لكن كان في مصر فيها غير مسيحيين، الاثنان معا أنتج التراث القبطي ما قبل دخول الإسلام. وبعد دخول الإسلام عندما تحول جزء كبير من المجتمع المصري إلى الإسلام أصبح بينقسم إلى مسيحيين ومسلمين، وصلوا معا إنتاج برضو التراث القبطي بنفس الطريقة اللي كان قبل دخول المسيحية، وبالتالي قبل دخول الإسلام عفوا، وبالتالي فهاتان الفترتان بتمثل معا إنتاج التراث القبطي سواء كان ما قبل أو ما بعد الإسلام. لكن ما زال في ذهن كثيرين ترتبط كلمة قبطي أو تراث قبطي أو أي شيء قبطي، ما زالت هذه الكلمة مرتبطة في ذهن الكثيرين ربما عن جهل بالمسيحية، هل هذا دقيق؟ طبعا كلام غير دقيق، لكن هي في إشكاليتين في هذا الموضوع. الإشكالية الأولى المصطلح، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، كلمة قبطي هي في الأساس من ناحية تاريخية معناها مصري، وكثير من المشاهدين أعتقد يعلموا هذا، هي كلمة مصرية قديمة، حوت كاو بتاح كلمة مصرية، فتحورت أي جبتوس على لسان اليونانيين وبقت قبط وانتشرت. هذا المصطلح كان يشير في البدايات الأولى إلى المصريين، وبالمناسبة لم يطلق المصريون على أنفسهم أبدا أقباط، بمعنى أن المصريين كانوا قبل دخول الإسلام كان بيسموا أنفسهم أهل مصر اللي هم كمت أو كيمي اللي هي باللغة المصرية القديمة أو باللغة القبطية، لكن الآخرون أطلقوا عليهم مصطلح أقباط، ودي حاجة يعني تاريخية. لكن عموما أصبح هذا المصطلح في البدايات الأولى بيشير إلى المصريين، وعندنا من النصوص المبكرة بعد دخول الإسلام ما كان يذكر فيه الكاتب أن هذا قبطي مسلم وهذا قبطي مسيحي، فكلمة قبطي في الأساس تشير إلى المصري. لكن عندما بدأت الثقافة العربية والإسلام ينتشر في مصر، انحصرت الثقافة العربية القبطية واللغة القبطية داخل الكنائس والأديرة، فمع الوقت أصبح هذا المصطلح قاصرا على المسيحيين فقط، برغم أن أصوله الأولى كانت زي ما قلنا
يعني ترتبط بكل المصريين على الإطلاق، ومع الوقت أصبحت لقبا يخص المسيحيين فقط. يعني هي مسألة وقت بالزبط. أم مسألة دقة في اختيار اللفظ أو في تعريف اللفظ؟ حضرتك ذكرت أنه اللفظ في الأول لم يكن يقصد به أو لم يشير إلى دين معين. صحيح. لكن في وقت لاحق ارتبط اللفظ بدين معين. صحيح. في هذه الحالة المسيحية. صحيح. فالاستخدام الأولي لكلمة قبطي أو قبط هو إشارة إلى المصريين أجمعين، كل المصريين. صحيح. وهذا ما يدفع حضرتك إلى القول بأن التراث القبطي هو تراث لكل المصريين. طيب عايز يعني حضرتك ذكرت أنه في مرحلة أخرى مرت بالتراث القبطي ظهرت ملامحها بشكل خاص بعد دخول الإسلام مصر. في قصة دخول الإسلام مصر هناك الكثير من الأفكار، هناك كثير من المعلومات التاريخية أيضاً التي تقدم بشكل ربما يكون متحيز في مرات كثيرة جداً. مثلاً البعض يقول بأن دخول الإسلام مصر كان غزواً، البعض الآخر يقول أن دخول الإسلام مصر كان فتحاً. إيه رأي حضرتك في هذا الطرح؟ والله يعني هذه قضية طبعاً جدلية، وزي ما قلت لحضرتك للأسف الشديد أن هناك من القضايا التاريخية ما تخرج عن نطاقها التاريخي لاعتبارات غير تاريخية، بمعنى حديثة. بالضبط. أحياناً يكون دوافع مناقشة القضية دينية أو دوافع مناقشة القضية سياسية، فبتخرج من الحيز التاريخي بتاعها أو بتخرج في، خلينا نتكلم بصراحة، عن الموضوعية، فتتحول القضية تاريخية، هل هو فتح ولا غزو ولا احتلال، إلى قضية صراع ما بين عقيدتين، وهل المصري المسلمون المقيمون حالياً في مصر هم من أهل مصر أم من أهل الجزيرة العربية، وهل الأقباط أو المسيحيون المصريون هم أصحاب البلد والآخرون هم ضيوف كما يقول البعض على أهل مصر. طبعا بتخش كل هذه الأمور في بعضها الحقيقة، بتحصل التباس وارتباك كبير جدا. لكن ببساطة وحضرتك فتحت القضية الجدلية دي، يعني لو رجعنا لأحداث التاريخ ببساطة شديدة هنكتشف أن الفاتحين أو جيش عمرو بن العاص عندما جاء إلى مصر كان تعداده حوالي 4500 مقاتل، مع المدد اللي جاله بعد كده من عمر بن الخطاب من الجزيرة العربية وصل عدد 15,000 وشوية. تعداد مصر وقتها تقديريا لا يقل عن 3 مليون، يعني العدد بيتراوح من 3 ل 6 مليون سكان مصر بشكل عام. فببساطة شديدة جدا كيف يمكننا أن نقول أن المصريين قد تغيروا عرقا وثقافة لهم 3 مليون على أيدين 15,000؟ يبقى مصر لو جينا بقى للناحية المنطقية والحضارية والثقافية قد تعربت ثقافيا وحضاريا، لكن الفاتحون العرب تمصروا جنسيا وعرقيا، لأنهم عندما استقروا إلى في مصر وتزوجوا مع المصريين أو المصريات وأنجبوا وذابوا في المجتمع المصري أصبحوا مصريين من ناحية العرقية. يبقى إذن جميعنا عرب ثقافة وحضارة، لكننا مصريون عرقا وجنسا، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، وخاصة أن غالبية الذين تحولوا إلى الإسلام هم المسيحيين المصريين. بمعنى، وهذه قاعدة بالمناسبة تاريخية ما لا جدال فيها، أن كل مسلم مصري على أرض مصر له جد مسيحي، وهذه قاعدة لا جدال فيها. أنا هاجي للنقطة دي، لكن حضرتك ذكرت أنه الاستنتاجات الخاصة بتقييم دخول الإسلام إلى مصر استنتاجات تكون مدفوعة بمواقف دينية معينة أو بأجندات دينية معينة، البعض يريد أن يثبت أن دينه هو الأفضل فوق الدين الآخر إلى آخره، فيستنتج أمرا معينا. هذا الأمر يفتح أمامنا مشكلة قراءة التاريخ وقراءة الأحداث نفسها. يعني كيف لنا وإحنا عايشين في القرن 21 أن نكون متيقنين جدا مما حدث في مصر في القرن السابق؟ أعتقد أنه الوصول إلى طريقة دقيقة وعلمية وأكاديمية لقراءة أحداث التاريخ وفهم أحداث التاريخ كما حدثت آنذاك تقدر توصلنا لاستنتاجات واقعية النهاردة. لكن لو إحنا نظرنا لأحداث التاريخ في القرن السابع بمنظور القرن 21 لابد أن يكون في عدم دقة في الاستنتاجات. هل حضرتك توافقني في هذا الأمر؟ أكيد أكيد. يعني أنا الحقيقة برضو في تيار موجود
سواء يعني في وسط المسلمين أو في وسط المسيحيين، بيعتبر أن المسيحيين هادنوا العرب الفاتحين، وأن هم استسلموا، وأن هم رفعوا الراية ليهم، وده نوع من الخنوع والضعف، وما كانش مفترض أن هم يعني واجهوا احتلال بقبول احتلال آخر وحاجات كده. طبعا ده كلام غير دقيق، زي ما حضرتك تفضلت بالضبط وقلت أن الأوضاع والظروف والسياق التاريخي وقتها كان أكيد مختلف عن الوضع الحالي. ما ينفعش أن احنا ندين المصريين وقتها بفكر وأحداث تاريخية بعقلية وفكر العصر اللي احنا عايشينه، وبالتالي فالوضع والظروف يعني مختلفة تماما، ولا يمكن احنا نحكم على الأوضاع بعقليتنا المعاصرة. الأوضاع التاريخية وقت دخول الإسلام مصر، وحضرتك سألتني هل هو فتح أو غزو أو احتلال، كانت أوضاع في غاية التعقيد، والمسيحيين المصريين كانوا يقعوا بين نارين: نار الاحتلال القائم بالفعل البيزنطي، ونار جيوش قادمة هي بالنسبة لهم مجهولة مش معلومة، لكن هم يعلموا تماما موقف البيزنطيين منهم، وعانوا منهم معاناة كبيرة جدا جدا. وبالمناسبة غالبية الجيش المصري في أثناء دخول الإسلام مصر كان من الأقباط، يعني كان جزء قليل منه ذات القادة هم من البيزنطيين أو غير المصريين. المصريين لأن هم كانوا واقعين تحت احتلال، فبالتالي ولائهم ما كانش كبير، ما بيقتلوش بنفس القوة وبنفس الحماس لما يكون البلد تحت إمرتهم تحت حكمهم. والحاجة الأخطر إن يعني لو قلنا مثلا الجيش المصري، وحضرتك هتستغرب بده، كان قوامه حوالي 25,000 مقاتل. أنا قلت لحضرتك في الأول كان 4,500 الجيش عمرو بن العاص، فالمفترض النسبة والتناسب عن 5 أضعاف الجيش المصري. لكن كان في كارثة سياسية على الأرض، إن الجيش ده كان متقسم 5 أجزاء، وكل دقية أو كل جزء من هذه الأجزاء كان يحارب تحت إمرة قائد مستقلا، مفيش تنسيق ما بينهم، وبالتالي هذا التفتت سهل تماما لجيش المسلمين أن يهزم كل دوقية على حدة. ما كانش كل دوقية ممكن أن مثلا تمثل دعما وسندا للأجزاء الأخرى، لا، كان كل واحد بيحارب في الجزء بتاعه، وبالتالي ده كان سهل جدا بالنسبة للمسلمين أن يهزموهم. وفي نفس الوقت قلت لحضرتك أنهم بيحاربوا بلا عقيدة دفاعية حقيقية، وبالتالي كان في نوع من الاستسلام ونوع من التشفي كمان في هزيمة البيزنطيين. فكل هذه الأمور طبعا، واضطهاد البيزنطيين للأقباط المصريين، واضطهاد عقائدي طبعا مش اضطهاد بس سياسي الحقيقة، ده خلاهم إلى حد كبير، مش عايز أقول كان نوع من الترحيب بالمسلمين، كان نوع من الترقب، يعني احنا جربنا محتل وخلاص، يعني عندنا اعتقاد قاطع أن هذا محتل بيضر بينا تماما ويعادينا، فنجرب آخر لعلها يكون أفضل. وخاصة أن الكلام اللي جه من الدول التي فتحها الجيوش الإسلامية كان كلاما إلى حد ما إيجابيا في التعامل مع أصحاب العقائد الأخرى، فكانوا عندهم شيء من الترقب أو شيء من أن احنا نشوف لعلنا نرى شيئا أفضل. يعني أعتقد هذا الأمر أيضا يقودنا للتفكير في ردود الفعل الأولى عند الأقباط المسيحيين في ذلك الوقت لوصول جيش عمرو بن العاص. يعني أعتقد المنطقة كلها كانت يعني تحت اختيار بين أن تخضع للفرس مرة وأن تخضع للروم مرة أخرى. ربما يكون الحادث في ذلك الوقت أن الأقباط، أن السريان، أن العديد من الشعوب في هذه المنطقة ظنت أن حلول الإسلام سوف يكون حلولا مؤقتا، فهيكون 50 سنة 100 سنة لكن سيذهب بعيدا كما ذهب غيره من القوات. لكن ما حدث أن الإسلام لم يذهب، وأعتقد دي كانت نقطة محورية في أنه التراث القبطي يتشكل ويتشكل بلغة أخرى، باللغة العربية. يعني الآن وجد الأقباط ووجد السريان أنفسهم أمام مجموعة أخرى من مواطنيهم، حوارات تدور ليست بلغاتهم الأصلية، ليست بالسرياني ولا بالقبطي، وكان لزاما على الأقباط وعلى السريان أن يتفاعلوا مع هذه الحوارات. كيف انتقل هؤلاء من اللغات الأصلية إلى الحديث، أولا الحديث العادي باللغة العربية،
ثم كيف انتقلوا إلى التأليف اللاهوتي باللغة العربية؟ الحقيقة دي من الأسئلة المهمة جدا الحقيقة، والكلام فيها يعني يطول شرحه، لكن أنا هطرح سؤال برضو انطلاقا من حضرتك وهجاوب برضو عليه، وده دايما بنطرحه على الحاضرين يعني يغيب عن أذهان الناس. لماذا هناك بعض الدول قبلت الثقافة العربية والدين الإسلامي معا زي منطقتنا العربية، وهناك دول أخرى زي إيران وتركيا وباكستان وغيرها قبلت الدين الإسلامي فقط دون اللغة العربية؟ وإجابة سؤال حضرتك بيكمن في السؤال اللي أنا بقوله لحضرتك ده، إن هناك كان تحولا سهلا جدا للمنطقة بتاعتنا للثقافة العربية. هذا التحول له علاقة تاريخية بأصل اللغة العربية وعلاقته باللغات الإقليمية المحلية في الدول دي التي تم فتحها. ممكن حضرتك تشرح دي تاني؟ هشرحها بدقة. عايز أقول لحضرتك الحقيقة في عندنا في المنطقة العربية في ثلاث مجامع للغة العربية، المجمع الأقدم ومجمع اللغة العربية في مصر، ومجمع اللغة العربية في سوريا، والأحدث فيها مجمع اللغة العربية في ليبيا اللي أسسه الراحل الدكتور علي فهمي خشايم أستاذ الحضارة والثقافة القديمة. هذا المجمع أنا الحقيقة شاركت فيه مع أكثر من باحث في مجموعة أبحاث ودراسات، والمجمع الوحيد الذي ينظر إلى اللغات العامية في المنطقة العربية ليست باعتبارها تشويها وتحريفا للغة العربية، لكن باعتبارها بقايا للغات القديمة الموجودة في المنطقة العربية قبل دخول الإسلام واللغة العربية. بمعنى المناطق والمراكز الحضارية الموجودة في مصر زي مصر والعراق وسوريا ولبنان، كويس، كل منطقة من هذه المناطق قبل دخول الإسلام كانت لها لغة وثقافة وحضارة. هذه اللغات جميعا بتنتمي بصلة قرابة للغة العربية، بمعنى أن اللغة العربية قرابة من ناحية الأصول، ناحية الأصول التاريخية، بمعنى أن اللغة العربية وهذه اللغات اللغة المصرية القديمة والقبطية والسريانية والآرامية جميعها تنتمي إلى أب واحد مشترك. وبالتالي فعندما جاءت اللغة العربية وحلت في هذه البلاد كانت شيئا أو نوعا من إعادة أصول قديمة وانفصال قديم حصل، ثم بنعيد هذا الرابط مع دخول الإسلام مرة أخرى. واللي بيدرس عشان كده هذا المجمع اعتبرها مش لغات زي ما كل الغرب بيحاول ان هو يقنعنا، السريانية والأرامية والعبرية والعربية، هي مش لغات، هي لهجات أو أطلقوا عليها عروبيات، هذا مصطلح استخدم في مجمع اللغة العربية، أو عربيات حديثة غير اللغة العربية، بمعنى أن جميع هذه اللغات ذات صلة وثيقة ببعض، وبالتالي كان دخول اللغة العربية وإحلالها مكان هذه اللغات المحلية والإقليمية سهلا جدا. وهذا المزيج والخلط ما بين على سبيل المثال مصر مثلا، لما دخلت اللغة العربية إلى مصر احنا عندنا اللغة القبطية التي هي بنت اللغة المصرية القديمة اللي هي مكتوبة بخطوط الهيروغليفي والهيراتيقي والحاجات دي كلها، فلما دخلت اللغة العربية على اللغة القبطية كان التحول سهلا لأن أصولهم واحدة ولهم علاقات قواعدية وبنيان لغوي مشترك في الأصول، فبالتالي التحول كان بسيط وسهل. وعندنا من القرائن الأثرية والتاريخية الكثير اللي بيؤكد هذا، أن التحول كان سهلا وبسيطا جدا لأصحاب اللغات الإقليمية في المنطقة العربية إلى اللغة العربية. عشان كده هذه الشعوب على عكس الشعوب الأخرى اللي لغاتها الأصلية لم يكن لها نفس الاشتراك، مختلفة تماما. يعني اللي بيدرس درس لغة مصرية قديمة أو درس لغة قبطية يكتشف أن هناك علاقات وثيقة مع اللغة العربية، كاف المخاطب، التأنيث، المثنى، تفاصيل كتير مشتركة وأصولها واحدة، وبالتالي التحول كان بسيطا جدا. فهذه العلاقة وصلة القرابة والدم ما بين هذه اللغات أو لهجات بقى لو حبينا نقول بدقة يعني كان سببا مباشرا في انتشار، في انتقال سهل وتبني للغة العربية. المسيحيون كانوا قبل دخول الإسلام عبارة عن جزر منعزلة بناء على ثقافتهم ولغتهم الإقليمية. عندما أصبحت اللغة العربية اللغة المشتركة بدأوا قبل أن يناظروا المسلمين، بدأوا هم نفسهم يتحاوروا ما بينهم وبين بعض، ولأول مرة بالمناسبة. يعني ما كانش في تواصل فكري وعقائدي ما بين هذه الطوائف بين بعضها البعض. وطبعا حضرتك عارف أن الكنائس وزي كنيسة مصر ماسكة بتبعها كنيسة أثيوبيا مثلا على سبيل المثال، فالمشترك كان اللغة والثقافة. هنا لعبة الثقافة أو اللغة العربية دور مهم جدا، بداية في توحيد المسيحيين العرب، نمرة اثنين في التحاور والتجادل فيما بينهم بداية باللغة العربية، باللغة العربية
ثم لاحقا الجدل واللاهوت الجدلي والحوار مع المسلمين وما جاء في القرآن وجاء في أيضا تم باللغة العربية. باللغة العربية. فالحقيقة دي كلها مراحل ومراحل مهمة جدا لعبتها اللغة العربية وأثرت في تطور ونمو الفكر المسيحي. وبالمناسبة يعني التراث المسيحي، وأنا كنت لسه بقول لحضرتك قبل التسجيل، هذا التراث المسيحي العربي تراث ثري جدا، وهذه الحوارات ما بين الطوائف وبعضها وبين المسيحيين العرب والمسلمين، الحوار الجدلي لم يكن موجودا في الغرب مثلا، الغرب المسيحي في هذه الفترة وفي العصور الوسطى ما كانش فيه التواجد الإسلامي الكبير الموجود في المنطقة العربية، وبالتالي هذه الحوارات مش موجودة. فبدأ من القرن 16 و17 ميلادي بدأ الغرب يلتفت إلى أهمية هذا التراث اللاهوتي المسيحي العربي الموجود في المنطقة العربية. فبدأوا من القرن 16 يسعوا إلى تعلم اللغة العربية الغرب وباحثين الغربيين حتى ينقلوا إلى فكرهم الغربي هذا التراث الثري اللي هم مش موجود عندهم. حوار زي ما قلت حضرتك وجدل ما بين الطوائف المسيحية وبينها وبين بعضها، وما بين المسيحية وبين الإسلام. فأصبح هذا التراث العربي المسيحي الموجود في المنطقة العربية بتاعتنا هدف، وبدأ من القرن 16 و17 بدأ يترجم إلى اللغات الأوروبية اللاتينية واليونانية وغيرها. إذن اللغة العربية كما ذكرت حضرتك وحدت بين المسيحيين في الشرق. صحيح. لكن الإسلام ساوى بين المسيحيين في الشرق أيضا. لأنه قبل ظهور الإسلام كان في تفضيل لطائفة معينة على الطوائف المسيحية الأخرى، لكن بمجرد أن ظهر الإسلام أصبح كل المسيحيين الخاضعين في هذه اللحظة للحكم الإسلامي كلهم أصبحوا مسيحيين. صحيح. بغض النظر عن الطائفة. صحيح. الآن لا يوجد تفضيل للطائفة. صحيح. الآن الجميع في بوتقة واحدة والجميع اسمهم صحيح. مسيحيين. فمن ضمن الأمور الإيجابية جدا التي ظهرت والتي استفاد بها المسيحيون في الشرق هو أن اللغة العربية وحدتهم، فصاروا يفهمون بعضهم البعض وصاروا يكتبون بها، وصاروا أيضا متساوين دون أن يكون لأحد فيهم فضل على الآخر أو مكانة متميزة في الدولة. لكن في عصور ما بعد القرن التاسع والعاشر وخاصة في مصر في القرن الـ13 في العصر المسمى، وهذا يعني أمر صحيح جدا ودقيق، بالعصر أو القرون الذهبية للتأليف القبطي باللغة العربية. صحيح. لماذا القرن 13 و14؟ يعني ليه مش قبل كده؟ قبل كده كان في تميز عند السوريان بيكتبوا من أول القرن التاسع، لماذا تميز الأقباط بشكل خاص في القرن 13 و14؟ ليه بنسمع عن مؤلفات كتير جدا وباحثين ومترجمين وناس تعمل في الدولة إلى آخره؟ برضو خلينا يعني نبص للموضوع بالتدرج التاريخي. عندما دخل الإسلام في القرن 7 الميلادي حتى النص الثاني من القرن 9 الميلادي ظلت مصر ذات أغلبية مسيحية، يعني لم يكن انتشار الإسلام كبيرا في البدايات الأولى. دي نقطة الحقيقة مهمة جدا. وبالتالي الحكام العرب أو المسلمين في مصر كانوا أقلية، المسيحية كانت هي الأغلبية. لكن مع نهايات القرن 9 وبدايات القرن 10 بدأ تحول كبير يحصل إلى الإسلام. لكن المهم إن إحنا يهمنا إن إحنا نشير إليه أن اللغة العربية انتشرت في مصر انتشارا سريعا وواسعا سبق انتشار الإسلام في مصر. ودي من حاجات الحقيقة اللي ملتبسة عند الناس، ويتخيلوا أن المصريين تحولوا إلى اللغة العربية بعد أن اعتنقوا الإسلام مع الإسلام. لكن الواقع بيقول لا، الواقع التاريخي بيقول العكس هو اللي حصل. اللغة العربية انتشرت في البداية بين المصريين للأسباب اللي قلتها لحضرتك، العلاقة الوثيقة والقريبة ما بين اللغة الإقليمية القبطية وبين اللغة العربية، ثم بدأ لاحقا كأحد أسباب التحول للغة العربية هو التحول إلى الإسلام مش العكس. كويس. التحول الكبير والخطير جدا أنا قلت من نهاية القرن 9 وبداية القرن 10، أول من كتب مثلا على سبيل المثال من الأقباط باللغة العربية سويرس بن المقفع، ويعني احنا عارفين الكلام ده من الأقباط. يعني من القرن 13 و14 لما بدأت تتحول الإسلام بقى إلى الأكثرية في مصر أصبح هناك خوف كبير جدا جدا على التراث الديني اللاهوتي القبطي. بمعنى أصبح المسيحيون في مصر لا يفهمون الكتاب المقدس،
ما فيش ترجمة للكتاب المقدس باللغة العربية. كل التراث الديني المكتوب باللغة القبطية عند المسيحيين المصريين لم يعد مفهوما. وعندنا كتابات حد زي ساويرس بن المقفع بدأ من القرن العاشر يقول الكلام ده. لما عندما يذكر التثليث لم يكن مفهوما عند المسيحيين. الناس لا تفهم. لا تفهم. لكن لا يفهمون إلا الواحد الأحد الله الصمد حسبما يسمعون من المسلمين. فبالتالي أصبح جزءا أو أصبح أمرا خطيرا جدا على عقيدة المسيحيين إن هم لا توجد كتب ولا مؤلفات. إذن التأليف الغزير في هذه القرون أو في القرن 13 بالتحديد وال 14 كان نتيجة احتياج كنسي في الوقت ده. صحيح. نتيجة احتياج المسيحيين المصريين بشكل عام في ذلك الوقت. أن يحافظوا على تراثهم الديني وعلى عقيدتهم من سيل التيار العربي وانتشار الثقافة العربية مواجهتها يعني. لكن دكتور لؤي لو كان فعلا التراث القبطي تراث لكل المصريين زي ما حضرتك أثبت كيف نحتفي به وكيف نعلم أجيال أن تحتفي به وكيف نزيل هذا التعصب عند الكثيرين من ناحية كلمة قبطي وكيف نجعل الكثيرين الآخرين ينفتحون أكثر وأكثر ويقبلون هذا التنوع داخل الحضارة التي بناها المصريون المسيحيون والمسلمون معا لنحتفل بهذا التراث تراثنا معا. علينا أولا أن نفهم ونعي تماما أن التراث لا دين له ولا عقيدة له في البداية. رقم اثنين ودي النقطة مهمة جدا أن التراث القبطي ليس تراثا دينيا فقط، بمعنى أن هناك تراث أدبي وتراث علمي وتراث فني وعمارة ولغة وفي فروع كتير. اللي دايما بيتبادر للأذهان الناس وده اللي بيخلي في نوع من الحاجز النفسي تجاه هذا التراث القبطي أنه بيعتبر أن ده تراث مسيحي، لكن للأسف التراث القبطي أشمل وأوسع بكتير من التراث الديني. جزء التراث الديني جزء طبعا من التراث القبطي لكنه ليس كل التراث القبطي، والمصريون زي ما قلت لحضرتك شاركوا جميعا في إنجاز هذا التراث في كل فروع. الحقيقة أهمية التراث وجماله وروعته أنه تراث مشترك، بمعنى عندما نتكلم عن الشهور القبطية شهور زراعية يستخدمها كل المصريين، عندما نتكلم عن الأمثال الموجودة في حياتنا اليومية، عندما نتكلم عن الموسيقى عن الفن عن العمارة هي أمور تخص كل المصريين. وبالتالي فالتراث أحد أهم وسائل نزع فتيل الاحتقان، اللي أحبش كلمة الفتنة دي الحقيقة، الاحتقان الموجود، بمعنى إن هو وسيلة للتعايش وسيلة لقبول الآخر وسيلة للمحبة، لأن هذا هو الذي يقربنا لأن احنا جميعا شاركنا في إنتاجه وفي بنائه وبالتالي هو يمثل مستقبلنا معا. فالتراث بالنسبة للي بينظر له عن قرب الحقيقة أحد وسائل بناء مستقبل أفضل وحياة أفضل، إن ده حاجة تخص كل المصريين لا تخص فئة دون فئة ولا عقيدة دون عقيدة. طول أي احنا سعداء جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، نشكرك على وقتك ونشكرك على شكراً كل هذه المعلومات القيمة. شكرا فهم شرفت حضرتك. شكرا لكم ونشوفكم مرة تانية. النهاردة في بيت الحكمة شفنا قد إيه كان في احتياج للتفسير، كان في احتياج للتأويل. النص الإلهي التنزيل نص مقدس لكن فيه صعوبات في التفسير، فيه صعوبات في الفهم، في بعض الأجزاء الغامضة نحتاج إلى التأويل، كما لدينا تنزيل نحتاج إلى التأويل حتى نفهم المعنى الموحى به من الله. من أفضل الشخصيات اللي كتبت لنا مقدمة في التفسير شفنا بطرس السدمنتي، هذا الرجل الذي عاش في القرن 13 في مصر. في كتاب المقدمة في التفسير بيحط لنا قواعد وأساسيات لفهم النص وبيأكد لنا أنه فهم النص يقود إلى فهم صحيح عن الله وفهم صحيح عن السلوك والأمور الواجب اتباعها في علاقتنا مع بعضنا البعض كبشر. في النهاية بيختم السدمنتي بهذا القول اللي أحب أختم بيه برضو، بيقول وجب اتخاذ التفاسير لتجد الناس السبيل إلى معرفة ما أشكل عليهم ليكونوا بذلك على ثقة وافرة من معتقدهم ورغبة في الاجتهاد في عبادتهم مخلصين اليقين في عملهم. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الحكمة.